ونحن مسار الانتخابات كما أشرت هو بداية لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ولتحقيق حالة الشراكة مع الكل الوطني الفلسطيني. نحن لا نتخوف من أحد ونحن نبدد كل التخوفات. نحن شركاء مع الكل الوطني الفلسطيني في إدارة شأننا الفلسطيني، ونحن شركاء مع الكل الوطني الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تعصف قضيتنا الفلسطينية. نحن ذهبنا إلى الانتخابات ليس على قاعدة المكاسرة وإنما على قاعدة الشراكة مع الكل الوطني الفلسطيني، وكانت فكرة القائمة الوطنية الموحدة قائمة على الطاولة قبيل تسجيل قائمتنا للانتخابات، وبالتالي نحن قادمون وذاهبون للشراكة مع الكل وترتيب بيتنا للداخل الفلسطيني ولتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. لذلك نحن مصرون وندعو الفصائل الفلسطينية والقوام المرشح وندعو حركة فتح وندعو رئيس السلطة وندعو كل مكونات شعبنا إلى أن نبقى في مربع الانتخابات وألا نغادر مربع الانتخابات لا تأجيرا ولا إلغاء، لنمضي نحو 22/5 ولنخوض معركة مع الاحتلال ولننخرط معا وسويا في معركة وطنية شاملة مع الاحتلال لتثبيت حقنا وكسر شوكة الاحتلال وقطع الطريق على الاحتلال الصهيوني، ولنثبت للعالم بأسره أن مدينة القدس هي عاصمة لدولتنا الفلسطينية وأن صناديق الاقتراع المتصلة في باحات القدس هي تؤكد على شرعية شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس. هل هناك خيارات أخرى من قبل حماس؟ بمعنى لو كان التأجيل لأجل مسمى على سبيل المثال لإعطاء الحوارات أو الجانب الأمريكي أو الأوروبي مزيدا من الوقت للتفاهم مع الإسرائيلي، هل ستقبل حماس بخيار من هذا النوع؟ الخيارات نحن لم نبحث في خيارات وبدائل للتأجيل ولا يوجد أي تفاهمات في موضوع البدائل للتأجيل. نحن دعينا في ساعات متأخرة للمشاركة في اجتماع القيادة الفلسطينية، واجتماع القيادة الفلسطينية يبحث تأجيل الانتخابات وليس البحث عن وسائل وآليات لإجبار الاحتلال أو تثبيت حق شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس. لذلك نحن مع حوار وطني فلسطيني جامع، نحن مع مؤتمر وطني فلسطيني لتثبيت حق شعبنا وللدفاع عن حق شعبنا في مدينة القدس، وليكن يوم 22/5 دفاعا عن مدينة القدس وتثبيت شرعية مدينة القدس بصناديق الاقتراع وبالانتخابات الفلسطينية. لدينا من الإمكانيات ونستطيع أن نجري اتصالات مع الجميع ونستطيع أن نضع وسائل وآليات وبدائل أخرى مع مختلف مكونات شعبنا الفلسطيني وحركة فتح والسلطة لكن أن نغادر مربع الانتخابات بحجة القدس وبمرارة القدس هذا لا ينطلي على شعبنا الفلسطيني. شعبنا الفلسطيني مستعد، الشعب الفلسطيني الذي تقدم إلى السجل الانتخابي بما يزيد 96% من الناخبين سجلوا و36 قائمة تقدمت وشعبنا يترقب والمقدسيين تقدموا وحسموا معارك مع الاحتلال الصهيوني، كلنا جاهزون لأن ننخرط في تثبيت مرسوم رئيس السلطة في 22/5. رئيس السلطة أصدر مرسوم في 22/5 لتكون انتخابات تشريعية، نحن خلف هذا المرسوم ونحن ندافع عن هذا المرسوم وكلنا جميعا يجب أن ننخرط خلف سيد مرسوم قانون. رئيس لكن السلطة. هناك حواجز موجودة على الأرض ومعوقات حقيقية، ألا تجد يعني بعيدا عن الواقع عندما يتم الإصرار بهذا الشكل القوي على إجراء الانتخابات في موعدها وهناك عقبات كبيرة أمام هذا الاستحقاق الانتخابي حتى فقط نخرج بنتيجة؟ يعني هو من يعني أقول لك أنه الاحتلال دائما في كل مراحلنا يضع عقبات ويضع معوقات ويتدخل في تفاصيل حياتنا اليومية الاحتلال الصهيوني، ونحن في كل تفاصيل حياتنا نجبر الاحتلال على الانسحاب من ذلك وأن يغادر ذلك ونكسر إرادة الاحتلال الصهيوني. نحن في معركة مستمرة، يجب ألا نسلم إلى الاحتلال وألا نرتهن إلى الاحتلال في أي محطة من المحطات،